من لما كان عمري 4 سنين بلشت برياضة السباحة، بعدين انتقلت على رياضة ألعاب القوى واختصيت بالمسافات القصيرة. جبت بطولة جمهورية كذا مرة مركز أول، سجلت جمباز كنت عمري 16 سنة. أنا قادرة أطلع جملة معينة على أداة الكالسيو بارتفاع 35 متر هون بسوريا، ويكون هيدا تحدي على مستوى العالم. بنتي الكبيرة، البنت المدللة عندي، اللي كنت دائما تابعها، إلا بابا يعني أنت لازم تلعبي رياضة، تلعبي ألعاب قوى، تلعبي جمباز، تلعبي يعني هيك، كنت شجع دائما وأخذها أنا بإيدي. يعني بتحب هيك الارتفاعات العالية، بتحب تمارس رياضات خطرة شوي، يعني فيها شوية خطورة، وأنا بدعي لرب العالمين يحميها. أنا حاسة إنه هيدا البرنامج إنه بداية طريقي لحتى بلش بالنجومية ولحتى أنعرف بسوريا ومنه للعالم.
اهلا وسهلا، تعرفينا بحالي؟ نور ابراهيم محمد من محافظة اللاذقية، عمري 22 سنة. انت جاي من اللاذقية يا نور؟ انا حتما مع، بس في المرحلة القادمة ان شاء الله موضوع الكوريوغرافي بيكون كمان ضمن حساباتك. اكيد ان شاء الله. انا كمان اكيد مع، بس كمان مع انه يتطور يكون متماسك اكثر. يعني شايفه هي الحلقه يلي عم تتعمشقي عليها تكون كل الشغله هي حلقه لنوصل لاكتمالها. اكيد ان شاء الله يا نور، وانا مع كثير واكد على فكره الكوريوغراف. يعني هيك نشوف هيك مجموعه حركات اذا فينا نقول متناسقه هيك ضمن مشهدية، هيك فهمتي علينا مو؟ أكيد. شكرا كثير إليك. شكرا كثير إلكم. شكرا. بالتوفيق. شكرا. شكرا. شكرا.